الزبلفاية. نعم. أموت في الزبلفاية. هتموت في الزبلفاية؟ إيه الزبلفاية دي؟ الزبلفاية عايز استروكس. عايز استروكس؟ آه. فتح علي مرزا يا كريم. عايز استروكس. يا عم ده شوية على الصبح طيب والسلاح ده بقى. مش عايز يفتح ليه؟ أهو هات. أهي. أهي اتفضل. أنت صايع بقى. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ ايمان. صباح الخير يا استاذ حسن. عايزك تطلع دلوقتي حالا على العين السخنه، هتجيب مستر توفيق وكلم مص علي خليه يجيب الفوج الجديد بسرعه. لص علي راح الغردقه على حسب معرفتي يا استاذ ايمان، ولص ابراهيم لسه عيان. الله، امال مين فاضي؟ مفيش ولا سواق فاضي، كله ركب خط سير. طب روحوا دلوقتي وانا هتصرف. يلا بسرعه. اوكي. ولا بتركنه في الدولاب ولا ايه في ليلتك السودة دي؟ بقدر منمل شويه. مململ؟ عايز استروكس. ها وصلنا. وصلنا مدان استروكس نفسه. رخصك. رخصك يا ابني. خلص يا عم، عايزين هات الرخص. يا ابني بكلمك انت. لا مؤاخذة يا باشا، طولي دماغي من الصبح وخد في حوارات يمين وشمال. رايح فين ده؟ ده هوديه ميدان استروكس. نعم يا اخويا، ميدان ايه؟ والله هو اللي بيقول، اساله سعادتك. رايح فين يالا؟ استروكس يا باشا. استروكس يا باشا؟ نعم. بتاعتك يالا. اتفضل يا باشا. يخرب بيتك. انزل يالا. هاتوه. قول لحنان كل اللي انا بجيب اسبلفايه ليا واسبلفايه ليك. حنان كل اسبلفايه؟ اه. وهاتوا لكم انتوا الاثنين اسبلفايتين مع بعض. هجيب لك اسبلفايه معايا؟ لا انا لابس اسبلف. اطلع يا ابني خد شاكين يا باشا. يلا. طب البونديره سعادتك. يلا بصلح المرايه دي. حاضر يا باشا. يلا. ده انا لسه معلش العربيه خافت بس. طب يلا صلاه النبي. وسع لي يا ابني. يلا شاكين يا باشا. ما تنساش. حاضر يا باشا هصلحها والله. لسه حد خبطها لي معلش. انا عارف انها صيانه وامن ومتانه يعني. محتاجين كراسي زياده. العدد زاد. والبروجيكتور فيه مشكلة، عايزك تحلها لي وبسرعة. هبقى أكلمك بعدين أطمن. باي. لا يا فندم، أنت عارف أنا مش بتاع عزية، أنا حاصلهم كله. لا اطمن جدا. أيوة يعني إيه الأخبار؟ كله تمام يا فندم، ما فاضلش غير حاجة واحدة بس مش عارفة أتصرف فيها. إيه خير؟ كل السواقين مشغولين، مفيش أي حد يجي معايا المطار. اتصرفي يا أمان، أي حد من عندنا ما جرش يطلع. أتصرف إزاي يا فندم؟ كل السواقين مشغولين في المؤتمر، حتى اللي في إجازة بعت جبتهم، حتى عم إبراهيم العيان لو كنت أقدر أجيبه كنت جبته. ما تشغليش دماغي يا أمان، أي كريم أو أوبر يطلع يجيبه من المطار. معقولة يا فندم هنروح المطار نجيب فنان عالمي زي ده بكريم؟ يا إيمان بصي، خلي سواق الأوبر يسيب العربية عندنا في الجراج وياخد عربية من بتاعة الأوتيل ويطلع يجيبه ويجي. يلا. حاضر. قبل ما أنسى، قبل ما يطلع المطار تجيبيه وتجيلي المكتب، مفهوم؟ حاضر. أيوة يا فندم. لا يا فندم، أنت عارف أنا مش بتاع عزية، أنا حاصلهم كله. اتفضلوا حالا، هاتوا لي سواق من تحت الأرض. الله منورها يا قطة. ميرسي يا حياتي. اسمع بقى من النقطة دي. قول. قال بيقول لك مرة واحد موظف قال للمدير بتاعه ممكن ما يجيش الشغل بكرة؟ قال لمديره عشان إيه؟ قال له عشان خاطري. عسل والله عسل. انت ما قلت ليش هو اسم الوحش ايه؟ انا محمد حسين، بيدلعوني بيقولي حمادة. حمادة؟ ايوه. كان قلبي انفتحني. سلامة قلبك. لو تسمعه بيقول ايه؟ ايه؟ بيقول دم دم دم. طب ضم انت ايدك بقى على الفلوس بتاعت المندير او الدالي. طيب تعالى لي الساعه 1 بالليل وانا هبصيت. واحده في خدها خدها يا مره. كام اتاخر؟ واحده بالليل فين؟ حاجه 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 ايه يا اخويا؟ هو انت شايفني سته؟ ولا ستك ولا نينا. اديني البندره بتاعتي. ما انا قلت لك بالليل. مفيش بالليل، اقف هنا. هتديني البندره بتاعتي دلوقتي؟ هجي لك بالليل. مش هتديني البندره؟ لا هتطلع الشيفت ولا هجي لك بالليل. واصله ولا عايزه مواصله؟ خد بوصل يا بوصلة. ده انت بوص فقر. بوص فقر بوص جزمة، المهم اني خدت البنديرة. سلامة شاكيرة. شاكيرة جدك القرف، ما عندكش نظر وبوظتلي شغلي. اهو سواق اهو. صباح الخير يا باشمهندس. عفوا يا باشمهندس، لا مؤاخذة، انا عارف ان الركنة هنا بتاعت الابيض واسود ممنوعة. اوبر ولا كريم؟
اوبر ولا كريم؟ لا محمد حسين. فاضي؟ هو انا ورايا حاجه غير ان انا فاضي يا باشا؟ اومر مدير الفندق عايزك في مشوار. مدير الفندق نفسه؟ اه 350 جنيه. طب اجي اتفاهم معاه لوحدك كده. يلا يلا قلت لك اسكت خلاص ما تتكلمش خالص. نتفاهم معاه. يلا يلا طب يلا بينا. طب اطلع على باب الفندق ولا اروح فين؟ استنى فين؟ لا لا انت انزل في الجراج تحت عبان ما نبلغه ونجيلك. اوعى بقول لك ما تتكلمش خالص. ها انا اللي هتكلم. حاضر حاضر تمام يا فندم. السواق اللي سيادتك طلبتيه يا فندم تحت يا فندم منتظر في الجراج اسمه محمد حسين. ايوه كده. وما طلعتوش على هنا ليه؟ الو فين السواق يا ايمان؟ اي يا فندم اتفضلوا على بوابه الامن. منكوبه والله منكوبه ولا ليكي في السياح. ايه المنجايه اللي جايه دي؟ وناجي حبيبي. ايه يا عم حبيبي حبيبي حماده وحشني يا عزيزي. يا ناجي انت اخي غاوي لعب عيال كده بس دخلت عليه. دخلت اه خوف. اه خوف طعب جالي اسهال عشان تستريح. ايد حقيقي ايدي والله. ده حقيقي يا عيد. ايوه كده. اعمل ايه بس يا حماد؟ ده حد يصدق ان انا اول دفعتي في فنون جميله وواقف الوقفه دي؟ يا عم انك احمد ربنا يا عم. انت واقف على رجلك في غيرك زاحف. ده في ناس بنطلوناتها ابيض واسود من القعده على الرصيفه. قول الحمد لله. الحمد لله. انت نكدت عليا. ها؟ نكدت عليا. اما دي وظيفه الصديق بقى ما انت بتتكلم فيها. بس انت فين يا عم؟ عندك برفيون حلو. انت بحلى المصفي. حاجه جديده اسمها انوثه. دي احط لها روج دي قبل ما ابخها. لا انوثه اسمع بدي. انا هرشها. ماشي. للدرجه دي حلوه. مبهره مبهره. الرياضه دي يا ناجي. انت جايبها من تحت بطنك ولا ايه ورشاش عليا؟ دي من بعد 10 ثواني بالظبط بتقلب ريحه. ايه ايه بقى؟ ملائكي. اه تصدق حلوه دي. عيب يا اخي. يلا اذا زي يا سيدي مش عارف اللي حصل. هي بقول لك كانت عايزه نفس اليوم برضه. اه اول مصحف نفس اليوم. نفس اليوم والله يا نفس اليوم. يلا صباح الفل. يا راجل بقى تصدق على فكره البنات كان عندها حق. انت راجل ممحون. ضحكت عليه وحطيت له نفس الازازه المعفنه. كنت فين النهارده انت؟ انت فين؟ وميل وكتب منديل. حميده ايه منى القرف اللي انت بتعمليه ده على الميسه ده وعلى الارض ده؟ انت اتخضيت ولا ايه؟ اتخضيت. انت خليتيني على نفسي عملتها يا منى. ما تزعلش مني انا قصدي بس كنت افاجئك يعني ان انا موجوده في الشقه وكده. طب عايزه ايه؟ وايه اللي جابك هنا ودخلت هنا ازاي؟ دخلت هنا ازاي؟ ما انت عارف ان انا معايا نسخه من مفتاح الشقه. الله اقعد اقعد. ده انا عامله لك اكل يستاهل بقك. وتعملي نسخه من مفتاح الشقه ليه؟ مش ابن خالتي ولازم اطمن عليك واشقر عليك كل شويه؟ وابن خالتك تروحي عامله له نسخه؟ بس بقى خلاص ما تزعلش. بقول لك جايبه لك اكل وده اولا. طب وسابعا عشان خاطر تاخدي بعضك وتكلي على الله بقى. ايه اتشليت ولا ايه بت؟ مكسوفه. ومالك بتقوليها بترجرجيها قبل ما تطلعيها كده؟ مكسوفه ليه؟ اصل انا بصراحه كنت بتفرج على فيلم السفيره عزيزه بتاع سعاد حسني لما كانت بتطلع شقه الاستاذ شكري في غيابه. الاستاذ شكري؟ شكري اللي فوقينا؟ شكري فوقينا ايه؟ شكري سرحان. اه بتاع فيلم النمر والكلاب. ايوه لسه وكلاب. ايوه بالظبط لسه وكلاب. عارفه؟ برافو عليك. آه. هو بقى لما كانت بتطلع الشقه عنده هو مش موجود. آه. عشان بقى ايه تغسل له هدمته وتروق له قعدته وتطبخ له لقمته. قلت بقى يا بنتي يا منمن. آه. هي سعاد حسني فيها ايه ازيد مني؟ آه. عندها عينين عندي عينين، عندها بق عندي بق، جسمها كيرفي ما انا كمان جسمي كيرفي، ولو هي سفيره عزيزه انا كمان السفيره عزيزه. على رأيك ولا فيها أي حاجة زيادة عني. إذا كانت هي السفيرة عزيزة فأنت السفينة عزيزة. نورماندي تو ترابتا تو. إيه يا حمادة؟ في إيه يا حمادة مالك؟ أه بص بص عاملة إزاي؟ أنا نفسي تيجي تقف في مكاني وتشوفي. بص هتلاقي في بلاعة بتتكلم. أنت في إيه يا سيدي العشق اللي ما بيننا ولا إيه؟ شحال ما كانش مقرب تحبنا من 28 سنة. ما أنا ديك قلتيها 28 سنة، يعني الحكم سقط. يا منى وبعدين أبويا وأبوك كانوا قاعدين فاضيين عواطلية مش لاقيين شغل. قالوا ما تيجي نقرا فاتحة العيال بدل ما احنا قاعدين فاضيين. اه الله يرحم ايام زمان لما كنت بتيجي تقف لي تحت البلكونة وتقف على البلاعة عشان تشوفني. اقف على البلاعة على ديلي بقى ولا هعمل على عبلك شنبات انا؟ اقول بقى كده. قول اللي انت عايز تحلاني. ما مش مركب معزة جنب انا احلها. تمام اللي انت شايفه يا حمادة اعمله. صلى على النبي. عليه افضل الصلاة والسلام. شفتي فجأة؟ بصي اللهم صل عليك يا نبي. اه والله وبور بتاع نجيلة فجأة اتعودتي.
فجاه بتتحولي من رومانسيه للحيوان الضب. كل ده اراده تاكسي؟ 500 يا نص باكو. ما شاء الله يا حميده. العسل ده شفت انا عارف سكتك ازاي؟ النبي بعشقك يا ابن خالتي. حمار جبلي فجاه. بصي مش خساره فيك الاكل اللي انا عامله لك. ماشي يا ست. يلا انا هاخد الفروج وهسيب لك الكيكه. طب يلا يلا جاتك 60 كيكه. يلا لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بجنبك بجنبك. بقول لك الحاسب بالبيت هيقع. الله يكرمك. الحاسب بقى خرجني. ضعي بالجنب اهو. يلا سكي. فاضي يا اسطى؟ لا والله مستني فوق ياباني. مؤاخذه يا باشا. ده لبنان يا اسطى ولا العراق يا ريس؟ معلش في عطل في العربيه. بس ابو زهرة حبيبها مقبولة مواليد سميحه وصباح وخالد واحمد واكرامي وهند وفاطمه. عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله الحمد لله. Bonjour, shérif. صباح الخير. T'as bien dormi hier soir? Alhamdulillah. Shérif. Non. Je veux te parler d'un sujet très sérieux. تفضلي. أنا من ساعة ما وصلت هنا مش شايفة غير ناس غريبة، ناس مش من مستواك. أنا ما غصبتكيش إنك تيجي معايا، أنت اللي أصريتي إنك تيجي معايا مصر. مش عاجبك خروجاتي اتفضلي خدي عربية وروحي أي حتة أنت عايزاه. مش عاجبك مصر سافري. أنا بقى هقعد. أنا جاي هنا عشان أعيش الذكريات الحلوة اللي أنا عشتها في بلدي. أوكي. كون تو. بون جورني. صباح الخير. صباح النور يا فندم. صباح الخير يا دكتور. اتفضل العربية جاهزة. حمادة جه؟ حمادة؟ حمادة مين؟ حمادة محمد حسين السواق اللي كان معانا امبارح. مش ده سواق عندكم في الاوتيل؟ اه يا فندم هو سواق عندنا في الاوتيل. خلاص انا عاوز السواق ده والعربيه دي يبقوا هما اللي معايا على طول. حاضر يا فندم. انا هغير السكادجول بتاع السواقين وهيكون معاك النهارده ان شاء الله. شكرا. بعد اذنك. محمد حسين اجيبه منين دلوقتي؟ محمد حسين اعمل ايه انا في اليوم اللي مش عايز يعدي ده؟ الحقني يا مستر شوقي. في ايه يا ايمان؟ انت على طول تخضيني كده. الدكتور شريف عايز محمد حسين ومصر عليه. مين محمد حسين؟ السواق اللي كان معانا امبارح. يا سلام، امبارح كان مانجيجو والنهارده مصر عليه؟ بقوا اصحابي امتى دول؟ اتصرف يا ايمان اتصرف، انا مش فاضي. يا جرح. فاضي يا اسطى. يا جرح اتفضلي يا حاجه. اتفضلي. الو الو. صباح الفل يا ايمن باشا. ده ايه الصباح الجميل ده؟ لا 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 لا، انا هنا جنب الاوتيل. اجيلك. يلا يا ننوس. لحظه واحده يا ايمن باشا. خلص يا ننوس. انزلي يا حاجه. يلا انزلي انزلي، البطاريه نايمه. يلا انزلي. نايمه يا مزهوك، ده انت اللي نايم. الله، انت وليه قلت لي انت حاجه؟ ايه حاجه؟ بقول لك ايه، ما تكترش يا حبيبي وتعالى وديني مدينه طقس. يلا حاجه انزلي انزلي. يلا يومك يعدي وديني مدينه طقس. هتعمل ايه في مدينه طقس؟ رح تمسحي هناك؟ بقول لك ايه، ما تكترش وديني عباس العقاد. يا ولا عباس العقاد ايه؟ انت اللي زيك روح عباس الحداد مش العقاد. ايه يعني مش هتركب لي ولا ايه؟ اركب توك توك في تاكس. انزلي توك توك. انا هوريك التوك توك ده عين امك. وريني عين خالتك. هتعملي ايه بقى؟ توديني ليه؟ بص انت قد ابويا ومش عايز امد ايدي عليك. ابوك يا احمد. انا هوريك انا مين. الله. يلا. ايه يا بنتي؟ الهي نايم حالك. ينايم حالي؟ ما هو نايم لوحده. يا ناصر يا مان، عليك مره بربور على موسخ. لا لا مش انت يا مان باشا. انت فين يا بني ادم؟ دي العربيه بتاعت امبارح وده المفتاح بتاعها كده.
دي عربية الأستاذ أيمن مش كده؟ دي عربية الأستاذ أيمن.